خرج العشرات من أبناء مدينة الكود بوقفة تضامنية دعما لهيئة النزاحة في واسط للمطالبة بكشف ملفات الفساد المتراكمة منذ سنوات، وتعكس هذه الوقفة مدى استياء المواطنين من تفشي الفساد، كما تشير إلى زيادة الوعي المجتمعي بآثار الفساد السلبية على الحياة المعيشية والخدمات العامة. خرجنا بتظاهرة سلمية، تحفيز نعتبرها هاي تحفيز ودعم للنزاهة، لكن بقادم الأيام إذا النزاهة ما أخذت دورها بخصوص الإخبارات وملفات الفساد اللي موجودة بدائرة النزاهة، إحنا راح بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله راح نطلع تظاهرة على دائرة النزاهة، لأن ما معقولة اليوم محافظة إيش كبرها وإيش قدها بها ملفات فساد حدث ولا حرج، ولا إحنا كيف وصلنا لهذا الوضع؟ فهذا نعتبره اسناد وتحفيز دائرة النزاهة، لكن بالمرحلة القادمة احنا عندنا ملفات كاملة ومسجلة ومخبر بها بدائرة النزاهة، راح احنا نحطها امام الرأي العام نقول هاي النزاهة محافظة فاس ما اشتغلت عليها. اليوم احنا هاي طلعتنا مساندين، نوقف خطا واحدا ومساندين، نوقف خلف النزاهة بكشف ملفات الفساد والمتورطين بهدر المال العام، ونطالب النزاهة بكشف هذه الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام ملفات الفساد. احنا نريد النزاهة تاخذ دورها بشكل حقيقي. النزاهة المرة احنا واقفين، المرة الثانية اذا ما شفنا اجراءات ضد الفاسدين وضد هدر المال العام راح يكون لنا موقف ضده. اليوم عندنا وقفة احتجاجية، احنا محافظة واسط، هذه الوقفة احتجاجية راح تكون امام مبنى دارة النزاهة، راح تكون هي تحفيزية او طلب من النزاهة بفتح الملفات اللي موجودة عندهم. واقع الحال يقول اكو فساد، ملفات فساد مركونة في دارة النزاهة موجودة عند القضاء غير متابعة، عندنا ايضا فساد في حقول النفط وشركات في القوائم السوداء دخلت باسماء جديدة لكن نفس الكوادر ونفس المالك. طبعا هذا بكل ما يصير لولا انه النزاهة خلينا نقول متماهية او ما تدري، حاليا احنا راح نقول نحملها على محمل حسن الظن ونقول ما تدري، وهذه الوقفة راح تكون هي تضامنية مع النزاهة اكثر من ما هي ضدها، تحفيزية ايضا للنزاهة، لكن الوقفة جاية لذلك هذه الوقفة نشوفها مصغرة. اليوم احنا ننبههم نقول لهم، راح ايضا نشير لهم الى بعض الملفات، احنا نريد هي تاخذ دورها الطبيعي بهذه الملفات بدون تدخل، وايضا احنا اكرر انه راح نشير لهم البعض الملفات والملفات المركونة عندهم، واللي يجب ان يكون الفاسد خلف القضبان ان شاء الله.